بشكرك وبشكر الناس كلها اللي علمتنا بصراحة. الشيست سونوجرافي في البلورة، يمكن دكتورة مها زي ما قالت إير ما بنشوفوش بالسونار عشان نبقى متفقين على ذلك، لكن وده اللي كانت المقاومة الكبيرة جدا لكل الناس قبل في التسعينات والكلام ده، انتوا ازاي انتوا اتجننتوا ان احنا نعمل سونوجرافي في الشيست. لكن طالما انا بحط البروب على الشيست يبقى انا بشوف الحاجات السوبرفيشال، منها الشيست وول، منها الماسل لاير والبون. طبعا البلوره دي احسن حاجه بتشاف علشان هي بس ميزتها ان هي سوبرفيشال. في اثنين موقعين بحط فيه ترانسدوسر زي ما قالت الدكتوره مها، يا اما بحطه لونجيتيودينال وده بشوف البرايتال والفيزرال بلوره زي تو لاينز بارلل لبعضيهم بالمنظر ده، ولو حطيته ترانسفيرس يبقى انا هشوف او لونجيتيودينال سوري هشوف البات وينج شادو اللي هي عامله زي الجناح بتاع الطاووط زي ما قالت الدكتوره، او الخفاش زي ما قالت الدكتوره مها. اقل او تحت البلوره او تحت الشيست وول بنص سنتي انا ده وضعي كويس جدا، انا اقدر اشوف كل البلوره الزيز اللي موجوده تحتي على طول. البرايتال والفيزرال بلوره طول ما احنا قاعدين ناخد انسبيريشن واكسبيريشن انا كده قاعد اتنفس وبزحلق البرايتال بلوره على الفيزرال بلوره، ودي اللي انا بسميها الجلايدنج ساين. لما بلاقي الجلايدنج ساين يبقى انا مطمنه ان البلوره بتاعتي والبلوره الكافيتي عندي سليم وبخير وقاعد يزحلق على بعضه. لكن لو بعد على بعضيه بعد عن بعضه زي في حالات النيوموسوركس او في حالات البلورال ثيكنينج، خلاص البرايتال بلورا والفيزرال بلورا دول بعدوا عن بعض، يبقى انا كده الجلايدنج او السلايدنج ساين انا كده مش هشوفها. البلورال ديزيز او السونار مفيد جدا ان هو بيلاقي لي حاجات كتيره خالص في البلورال ديزيز. احنا كده علشان الوقت اختصرناهم الفيري كومن اللي انا بشوفهم عندي في الاستبال وبشوفهم عندي في الاسم وممكن اشوف عندي العيان عندي في العياد. على راسهم طبعا البلورال افيوجن. ازاي اعرف الايكوجينيستي بتاعه البلورال افيوجن؟ النيوموسوركس والبلورال ثيكنينج وطبعا لو في بلورال ماس. البلورال افيوجن ده بيختلف طبعا اسبابه كتيره جدا، من اول الانفكشن للمالجنانت للميسلينياس، وطبعا عندنا نوعين اللي احنا عارفينهم الاكسيدوت والترانسيدوت. في الاكت بوزيشن لو انا عملت اكس راي ممكن اشوف البلورال افيوجن، لكن لازم يكون عندي 200 على الاقل 200 ملي علشان يعمل جاست اوبليتريشن للكوستفرينيك انجل علشان ابقى ديتكت ليها كلينيكلي ما يقلش عن 500 سي سي، وده كده كتير جدا. يجي بقى فايده السونار بقى في الوضع ده، لو انا عندي جاست 50 سي سي انا ممكن اعمل لها ديتكشن. علشان اعمل نيوموسوركس او اعمل بلورال افيوجن ديتكشن لازم العيان يبقى في اريكت بوزيشن، لكن السونار ممكن انا اعمل ديتكشن للبلورال افيوجن حتى لو العيان نايم، حتى لو العيان قاعد عندي في الاي سي يو. طالما في فلويد ما بين البرايتال والفيزرال بلورا بيبقى حاجه بسمها ايكو فري، عباره عن ميه سائله، وده الميه بتبان كويس جدا في البلورا في السونار، فبيبتدي يبان بين البرايتال والفيزرال بلورا اللي هو الايكو فري فلويد. انا بقسم بقى ده مينيمال لان هو في فورمولات كتيره جدا، ناس يقولون ازاي احدد الاماونت اوف بلورال افيوجن، في طبعا فورمولات كتيره جدا، في ناس عملت ابحاث كتيره خالص بتقول ان انا هقدر احدد ولا ما اقدرش احدد الكميه، لكن في طريقه سهله بقول ان انا بحدد مينيمال ولا سمول ولا مودريت ولا ماسيف على قد وانا بعمل السونار. لو المينيمال بلورال افيوجن لو انا بعمل سونوجرافي وبقى الاقي بس جاست اوبليتريشن في الكوستوفرينيك انجل ده بقول عليه مينيمال. لو انا حطيت البروب ولقيت الافيوجن ده موجود في 1 بروب يعني 1 سبيس يبقى انا ده بسميه سمول، لو مودريت اكتر من 2 سبيس واكتر من كده انا بسميه ماسيف بلورال افيوجن. زي ما قلنا ان في فورمولات كتيره جدا، ابسطهم ان هو بتقول بنشوف الماكسيم بنقيس الماكسيمم ديستانس بتوين التو بلورال لايرز وبضربها في 20، لكن ده كله ده بيبقى بالتقريب. وفي طريقه ثانيه ان انا بجمع المسافه ما بين البيزل بتاع اللونج والدايفرام وبتوين التو لايرز اللي هو بتاع البلورال افيوجن بجمعهم على بعض وبضربهم في 70، لكن ما زالوا انا بحاول ان انا بزود 100 ملي برضو عليها، وده كله حاجات ده بتقريب. هل اقدر اعرف بقى الايكوجينيستي؟ احنا عارفين ان احنا عندنا ترانسيودت وعندنا اكسيودت وعندنا ما بينهم ممكن يبقى فيه ابايما والكلام ده على اساس
السونار ليه رول جميل جدا ان هو ممكن يقول لي الايكوجينيسيتي بتاعتي ويديني فكره عن الايتيولوجي بتاع البلورال افيوجن. لو كان فري فلويد زي ما احنا شايفين في الصوره الاولانيه ده اللي احنا بنسميه ان اوكويك، زي ما قالت الدكتوره مها زي الميه الصافيه خالص ما فيهاش اي انترنال ايكوز. كل ما زاد البروتين كونتنت او كان في انفكشن ده انا بسميه كومبلكس بلورال افيوجن، يا اما نون سبتيتد زي الصوره اللي بعديه كده اهو عباره عن دوتس كده، يا اما البروتين كونتنت ده هيبتدي يترسب ويعمل لي الشبكه الفظيعه اللي بتبقى موجوده في البلوره، وان انا بسميها كومبلكس سبتيتد. يبقى الكومبلكس عندنا نون سبتيتد وسبتيتد لحد ما يبقى بقى كله هاي بروتين كونتنت في حالات الامبايما او حالات اللي يبقى فيها بارانيمونيك افيوجن اللي انا بسميها الايكوجينيك اللي هي الصوره الاخيره. الان ايكويك مش لازم بس يكون ترانسيدوت، لا ممكن يكون اكسيدوت، لكن الانترنال ايكوز وخصوصا السبتيشن دي بتبقى موجوده خلاص ده في الاكسيدوت. الترانسيت بلورال افيوجن ممكن الاقيه ان اوكويك اللي هو شفناها اول واحده، او كومبلكس بس لازم تكون نون سبتيتد. عمري ما الاقي ان السبتيتد او الايكوجينيسيتي تبقى موجوده في الترانسيت. طبعا السي تي والسونوجرافي مهمين جدا علشان اشوف البارينكما اللي تحت البلورال افيوجن، بينفعني جدا لو العيان في برايل في الاي سي يو ان انا اقدر احدد اذا كان ده الكونتنت بقى ابتدى يتحول الى بص او امبايما، وممكن اعمل اسبريشن في مرحله الامبايما خصوصا في العيين بتوع الاي سي يو. برضه بينفعني جدا بشوف الليمفوسايتس اللي موجوده واشوف العيان ده تي بي ولا مالجنسي. النيموسورك زي ما قالت الدكتوره مها ده اير، فانا مش بشوف الاير الموجود في البلوره، لكن في حاجات عوامل حواليه تقولي ان ده مهم جدا. السنسيتيفيتي والسنسيتيفيتي بتاعه الشيست اكس راي في الايركت شيست اكس راي ممكن توصل ل 50 ل 90%، لكن محتاجه بقى في العيانين بتوع الاي سي يو، العيانين اللي انا عملت لهم خدت نيد بايوبسي والعيان بقى كومبليكيتد باي نيموسوركس، هل بقى العيانين دول الحق اشوف اذا كان دخلوا في نيموسوركس ولا ما دخلوش وهو نايم معايا مش قادره ان انا اوقفه او ابعته اشعه واقول له اعمل هولدنج اوف بريث لان العينين دول تعبانين. اول حاجه الجلايدنج ساين زي ما احنا اتفقنا تبقى ابسنت، لان البرايتال والفيزرال بلوره دول بعدوا عن بعض فبقاش في جلايدنج ساين، ودي طبعا السنسيتيفيتي بتاعتها بتوصل 90% والسبيسيفيستي بتوصل 98 والنيجاتيف بريدكتيف فاليو ل 100%. يعني انا كده لو لقيت ما لقيتش الجلايدنج ساين يبقى كده في النيموسوركس، لو لقيتها يبقى كده مفيش. الام مود زي ما قالت لها دكتوره مها في حاجه اسمها السي شور او ساندي بيتش، ده المنظر ده زي الشاطئ بتاع البحر، ودي النوديولز صغيره زي الرمله اللي هي الساندز اللي موجوده دي بتبقى موجوده في النورمال. لو فقدت وتحولت لحاجه انا بسميها الستراتوسفير او البار كود زي البار اللي احنا بنشوفه ده اللي على الاجهزه الكهربيه، يبقى دي باسوب مونوميك فور النيمو سوركس، ده الستراتوسفير تمام، ده اللونج النورمال اللي هي السي شور وجنبيها الاير اللي هو البار كود او الستراتوسفير. في ساين تانية بنشوفها في الهيدرونيمو سوركس اللي هي الكارتين ساين او الستاره، الاير اللي موجود في النيمو سوركس بيقعد يغطي لي على البلورال افيوجن مع الانسبيريشن والاكسبيريشن. في الكارتين ساين دي ممكن لو شفناها في السونار ممكن نشخص الهيدرونيمو سوركس. يبقى احنا كده عشان اقول النيموسوركس بلاقي فيه ابسنت لونج جلايدنج، بلاقي اكسجريتد هوريزونتال ارتفاكس اللي هي الاي لاينز اللي قالت عليها الدكتوره مها، بلاقي الكوميت تيل ارتفاكس بتبقى لوست خلاص عندي وبيبتدي يحصل عندي برودنج في البلورال لاين. الكومباينيشن للابسنت لونج جلايدنج واللوس اوف كوميت تيل ارتفاكس دي بتوصل السنسيتيفيتي بتاعتها ل 100%، علشان كده انا بحتاج ان انا اشوفه بعد ما اخد لونج بايوبسي او بلورال بايوبسي ان العيان دخل في نيموسوركس ولا لا. طبعا لحد دلوقتي الشيست سونوجرافي ما يقدرش يحدد لي قد ايه كميه النيموسوركس، هل دي كميه قليله ولا كميه كبيره تستدعي ان انا ادخل، وبرده ما بقدرش احدد اذا كان ده تنشن نيموسوركس ولا لا. لكن الشيست وبرده الليميتيشن بتاعه لو عندي سب كوتينيوس انفيزيما
هيبقى زي ما قالت الدكتوره ما هيبقى في الاير اير اير، والاير ده كله بيحجب عني الاير اللي جوه، ولو كان في بلورال كالسيفيكيشن برضو بيحجب عندي الموضوع ده. الابسنت اللونج سلايدنج مش لازم اول ما اشوفه اجري واقول ده نيمو سوركس، لان في حاجات تانية بتلزق البرايتال والفيزرال بلورا ما تخليهمش يتحركوا كويس، زي لو انا عامل باسل بلوروديسز، لو كان عندي اسبيسز ريليتد ديفيوز سيكنينج، لو عندي ادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم. اللونج بوينت بقى اللي هي النقطه اللي اللي انا معمول عليها السهم ده، اللي امتى الاقي او المكان اللي بينفرج فيه البرايتال والفيزرال بلورا بدل ما هي لونج جنب النيموثوركس. لو انا حظي كويس جدا وحطيت البروب عند اللونج بوينت دي اللي هي المكان ما بين النورمال لونج والاير بتاع النيموثوركس، هي دي في الام مود اللي انا هلاقي فيها السوشور والستراتوسفير او الباركود ساين الشهيره جدا. طبعا دي بس هرمونومك، لو انا لقيت اللونج بوينت دي من الحاجات الكويسه جدا ان انا اقدر اشخص العيان بتاع النيموثوركس، ومع سنسيتيفيتي برضو هي مش عاليه قوي، لكن لوحديها ما تنفعنيش، لان انا لو في كومبليت لونج كولابس، لو في ديفيوز اتنيويشن للبلورال سلايدنج، برضو اللونج بوينت دي هتفقد. اللونج بالس علشان اللونج جنب الهارت، فهتبقى يحصل فيها بيت مع سنكرونايزد مع الكارديك ريزم. لو دي موجود لونج ولزقه في الهارت ولونج كويسه، هنلاقي فيها اللونج باس. لكن لو في بلورال فيوجن بلورال نيوموثوركس، يبقى كده اللونج بعدت عن الهارت، هيبقى اللونج باس هتبقى فقده. وده الدياجرام اللي انا ممكن اشخص بيه بسهوله اذا كان العيان عنده نيوموثوركس ولا لا. بدور على اول حاجه على اللونج سلايدنج، لو العيان ما عندوش لونج سلايدنج يبقى ما فيش خلاص، لو العيان عنده لونج سلايدنج يبقى العيان ده ما عندوش نيوموثوركس وريحوني، لو العيان ده ما عندوش لونج سلايدنج هبتدي ادور على البي لاينز، لو العيان عنده بي لاينز يبقى برده ما فيش نيوموثوركس، لو ما عندوش بي لاينز هبتدي ادور على اللونج بوينت واللونج بلس، ولو لقيت اللونج بوينت وما لقيتش اللونج بلس يبقى كده خلاص انا شخصت نيوموثوركس، وده يبقى سهل جدا عندي في الاستقبال. البلورال ثيكنينج في اشعاعات كتيره جدا احنا بنشوفها ما بنبقاش احنا محددين هل البلوره دي ثيكند ولا ده في مينيمال بلورال افيوجن. اي فلويد موجود في البلوره والحركه بتاعته هو اندر موشن على طول، اي حركه بتعمل لي الابيض والازرق ده، فلو ده في حتى لو فيري فيري مينيمال بلورال افيوجن هيطلع لي الحاجه اللي انا مسميها فلويد كلر ساين، اللي هو زرقان مع الحمران اللي احنا بنشوفه ده. لكن لو ده في بلورال ثيكنينج جاست ان هو هيبقى موجود عند السكند بلورا البرايتال والفيزرال بلورا. البلورايتس الانفلاميشن بتاعت البلورا ما بتبقاش باينه قوي في الشيست سونوجرافي، لكن ممكن الاقيها في الشيست اكس راي، لكن في الشيست سونوجرافي ممكن نلاقيها موجوده، ولو كان خصوصا مع العيانين مع البريفيوس اسبستوس اكسبوجر. البلورا الماس يا اما بيناين يا اما مالجنانت، بتبان ويل ديفايند البناين، وبتبقى الايكوجينيسيتي بتاعتها حسب الكونتنت بتاعت الفات. لو كان طبعا المالجنانت وعلى راسهم الميزوثيليوما بنلاقي الريجولار لثيكنج في البلورا بتاعتي، وللاسف بتبتدي تعمل لي ماركت انفيجن في البول، وتعمل لي ماركت انفيجن في الميدياستاينم، وتعمل لي ماركت انفيجن في الهارت اتسلف. لو في ليمفوما بيبتدي بان ويدجت شيبد هايبو اوكويك. الميتاسيس من الحاجات الشهيره جدا اللي احنا بنلاقيها، بتبقى هايبو اوكويك موجوده على البلورا خصوصا للميتاستاتيك ادنوكارسينوما. اي حاجه تحت 5 سنتي من البلورا ولو زادت عن الخمسة ميلي كان بي ديتكتد ايزلي. بشوف ازاي اذا كانت هي مالجنانت ولا بيناين، بالدوبلر بنشوف ان في نيو فاسكولاريزيشن وريجولار تورشوس فيزلز بتبقى موجوده عندي. بعد ما احنا شخصنا البلورا في حاجه مهمه جدا ويمكن اتكلموا عليها صبح، هل السونار بينفعني ان انا اعمل اي انترفنشن؟ اول حاجه دايجنوستيك ثيركوسنتيزز، انا عملت شيست سونار ولقيت فيه فيوجن، اقدر اعمل اسبريشن؟ اه ممكن احدد، حتى لو لوكالايزد، حتى لو كميته قليله، حتى لو في بفري انا عرفت الانتركوستال سبيس اللي موجود فيه الفيوجن، يبقى انا دخلت بالابره من غير ما اعور العيان، من غير ما اعور اللنج، من غير ما ادخل العيان في اي كومليكيشنز، واسحب واشوف النيتشر بتاعت الافيوجن بتاعتي، خصوصا لو كان سمول لوكالايزد، ايفن لو معاها كولابسد لنج انا ممكن ادخل بسهوله جدا ببول
امور صغيره وابتدي اسحب للعيانين دايجنوستيك. الكومبليكيشن ان انا ممكن ادخل، لو انا دخلت بلايند ممكن ادخل العيان في نيموثوركس ب 10-12%، لكن بتقل جدا ل 2 من 10 لو انا كنت جايدد بالشيست سونوجرافي. ممكن احط انتركوستال تيوب، ممكن احط سمول شيست تيوب انسيشن اللي هي بسميها البيكتيل في حالات النيموثوركس، حالات الامبايما، في حالات كتيره جدا في العيانين خصوصا الموجودين عندي في الانت في الاي سي يو، خصوصا العيانين اللي بيجيهم سبونتينيوس نيموثوركس وفيري ديستريسد وموجودين عندي في العنايه، ممكن اقدر سونوجرافي سهل جدا ان انا ادخل السمول بور تيوب. طبعا الالتراسونوجرافي والبيوبسي دي من الحاجات المشهوره جدا ان هو بيوازي السي تي جايدد بيوبسي، ده عندي وبالمميزات الكبيره بتاعه السونوجرافي انا بدخل وبحدد المكان، لو عندي سوبرفيشن في البلوره او في اللنج انا بقدر ادخل وبحدد، ببعد عن الفيزلز، ببعد عن اي حاجه ممكن تعور العيان وتدخل لي في نيموثوركس، خصوصا ان العيانين برضو بيبقى اندر دايناميك واللنج بتحرك، فكل ما انا حددت بالسونوجرافي المكان اللي انا داخله فيه كل ما انا قللت الكومبليكيشن، خصوصا ان انا بقدر اعرف بقى هل الماس دي ممكن مالجننت ولا دي انفلاماتوري، وخصوصا طبعا في الكريتيكلي البيشنتس. تيل ناو السونار از فيري سيف، ليه فيري ادفانتج، سهل ابليكابل. السونار عندنا دلوقتي في العنايه وفي الاستقبال وفي الاسم، واكتر الناس عندنا موجودين في العيادات الخارجيه بتعمل ديتكشن كويس جدا للبلورا الافيوجن، كوانتيفيكيشن للاماونت، وتعمل كاركترايزيشن للنوع بتاعه. طبعا في الفيوتشر المفروض زي ما احنا دلوقتي هيبقى اكتر ان السونوجرافي بيحدد وبيبتدي يعمل ديتكشن للميني اند ميني ديزيز اوف ذا شيست. And thank you very much.